في مقالات نشرها موقع وكالة ناسا يؤكدون أن الكون مليء بالمادة المجهولة التي يسمونها المادة المظلمة. هذه المادة تشبه الطرق في السماء، وهذه الطرق تتحرك عليها المجرات. ويقول الباحث غاري، يشبه هذا الباحث التجمعات الهائلة للنجوم بالمدن، أما المادة المظلمة فهي الطرق، وأما المجرات فهي الناس الذين يتحركون عبر هذا الطريق. هذا الحقيقة العلمية اليوم تقول بأن المجرات والنجوم لا يمكن أن تتحرك في فراغ كما كان الاعتقاد في السابق، بل لابد من وجود طرق خاصة بها تسبح عبرها. فالفراغ لا وجود له، إنما هناك مجرات وهناك مادة أخرى تسير المجرات عبرها. إن وجود طرق في السماء ليس قريبا على علمائنا رحمهم الله تعالى. قبل مئات السنين، فهذا هو ابن المنظور يقول في معجمة لسان العرب في معنى قوله تعالى والسماء ذات الحبك، قال أبو إسحاق أو أهل اللغة يقولون ذات الطرائق، ذات الطرائق الحسنة. وهذا يدل على أن علماءنا استنبطوا من هذه الآية وجود طرق في السماء وشكلها يشبه النسيج المحكم. المادة في الكون موزعة على ما يشبه النسيج المؤلف من طرق ضخمة جدا تمتد لملايين السنوات الضوئية. كل سنة ضوئية تساوي 10,000,000,000,000 كيلومتر. تتدفق المجرات عبر هذا الطرق وكأنها في مدينة مزدحمة بالمجرات، ولكن ليس هناك أي خلل أو فوضى، بل نظام مذهل. فسبحان الخالق العظيم. وهنا أود أن أتذكر معكم هذه الآيات التي تأتي متطابقة تماما لهذا الاكتشاف. يقول الله تعالى في القرآن الكريم ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، سورة المؤمنون آية 17. هذه الآية تشرح بوضوح إلى وجود طرق في السماء، وهو ما يتحدث عنه العلماء اليوم. يقول تعالى في القرآن الكريم في الآية الثانية وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظنا ذلك تقدير العزيز العليم، سورة فصلت آية 12. هذه الآية تتحدث عن شيئين. الشيء الأول هو يطابق ما يقوله العلماء اليوم، فالمادة المجهولة هي السماء، والمجرات والنجوم هي المصابيح. الآية الثالثة يقول الله تعالى في القرآن الكريم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، سورة الذاريات آية 47. هذه الآية تشير إلى أن السماء قد بنيت بناء حقيقيا، بل وأنها تتسع وتكبر باستمرار. والعلماء اليوم يؤكدون أن المادة المجهولة عبارة عن طرق تم بناؤها بإحكام وقوة وإتقان، وأنها تكبر وتتسع مع مرور ملايين السنين. سبحان الله، انظروا إلى التطابق الكامل. ألا يشهد ذلك الاكتشاف على صدق القرآن الكريم؟